السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة. النهاردة يا بنات جايبه لكم ريفيو حلوة قوي عن السان بلوك اللي هو موجود في ماي واي، وتمنه وسعره، وهل هو حلو للبشرة الدهنية او لا، والبشرة الجافة، وكل حاجة تخص الفيديو تابعي الاخر عشان ما يفوتكيش اي تفصيلة. ده تمنه 12 جنيه وربع، ده من ماي واي. الحجم بتاعه حوالي مكتوب عليه هو 30، حجمه 30 جرام. ده صلاحيته بتبقى 3 سنين، طول ما هو مبرشم كده 3 سنين. اول ما تفتحيه تبقى الصلاحية بتاعته 12 شهر. لازم نلتزم بالحاجات دي عشان ما نأذيش البشرة بتاعتنا. ده بقى السن بلوك بتاعي، ده اسمه سان اويت كريم للوجه والايدي، واقي من اشاعة الشمس بعامل حماية 50%. ده بيبقى شكله اهو كده، تمام. عايز اقول لكم بقى يا بنات ان السان بلوك ده هو رخيص وحلو، بس هو مش مناسب للبشرة الدهنية نهائي 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 نهائي. مش مناسب خالص، عشان بس ابقى صريحة معاكم، لو انت بشرتك دهنية ابعدي عنه خالص، هيعرق وشك وهيطلع لك حبوب. فده بالنسبة للناس اللي بشرتها دهنية او مختلطة، فده ما ينفعش معاها خالص، لانه في كمية زيوت كتير، وانت اصلا وشك بيفرز دهون، فبالتالي مش هيمشي معاكي نهائي، وهيبدأ يظهر حبوب ويخليكي تعرقي وشك يتعرق، فبالتالي ده مش حلو خالص للبشرة الدهنية او المختلطة. طب حلو لمين يا نينو؟ السان بلوك اللي هو ده مناسب للبشرة الجافة، البشرة الجافة او البشرة العادية. البشرة الجافة هيبقى تحفة معاها، لانه كريم ابيض من جوه، فبالتالي ان انت لما تدهنيه هيبقى كريمي معاكي، هيرطب معاكي البشرة بتاعتك، لانه بيحتوي على جليسرين وبيحتوي على مجموعة زيوت كتير جدا، فبالتالي هيبقى حلو قوي للبشرة الجافة او البشرة العادية، هيديها رطوبة حلوة وهيعمل كطبقة حامية من اشاعة الشمس، فهيحمي بشرتك من اشاعة الشمس، وهيخلي البشرة بتاعتك تبقى واقية من اشاعة الشمس، وفي نفس الوقت هتبقى رطبة معاكي، هيرطبها. انما البشرة الدهنية فنهائي ما ينفعش معاها خالص، لانه ما يمشيش معاها الكريم ده، في زيوت كتير، وانت بشرتك بتفرز زيوت ودهون، فمش هيمشي معاها خالص. فبالنسبه للناس الاصحاب البشره الدهنيه او المختلطه، السان بلوك بتاع ماي واي ما ينفعش معاهم نهائي نهائي نهائي، ما يمشيش الا مع البشره الجافه او البشره العاديه. فبالتالي لو انت فكرت تجيبيه، انا بنصحك انك ما تشتريهوش خالص. طريقه استخدامه للبشره الجافه او العاديه، بتغسلي وشك كويس قوي، لازم يبقى وشك نظيف مغسول كويس، وتبدأي تدهني على وشك، تاخدي منه كده نقط وتحطيها على وشك وتفرديها، فبالتالي هتلاقي عمل معاكي طبقة حامية من اشعة الشمس. لو هتنزلي بالنهار هيحميكي، لو رايحة بحر او حاجة هيحميكي، لو انت بتشتغلي هتلاقي وشك مغمقش معاكي ولا سود. بس برضو عايز اقولك برضو ان اي نوع سان بلوك ما بيحميش قوي من اشعة الشمس، ان انت مش هتغمقي خالص، هتغمقي درجة بس، مش هيبقى ان هو هيحميكي 100%، ان انت هتقولي لا مش هيسودني، لا هيغمق درجة، لان هو اصلا واقي من اشعة الشمس ومن التهابات الشمس، وان هو بيخلي البشرة ان هي ما تلتهبش، وان هي ما تعملش اي، يعني لو انت مثلا في بحر او حاجه وطالعه من نازله الميه، ما تطلعيش وشك منفخ كده ومحمر، هو بيبقى واقي من الحوار ده. لو انت نازله في شمس حاميه قوي، بيعمل برضو كقناع واقي كده على وشك، يحميكي من اشعه الشمس الضاره. انما لو انت كل يوم كل يوم نازله بيه في الشارع وتقولي لا انا بشرتي مش هتسود خالص، لا هتغمقي درجه واحده، فعشان ابقى صريحه معاكي هتغمقي درجه واحده. فبالنسبه للبشره الجافه او العاديه، ده حلو قوي معاهم، وكمان بيدي درجه تفتيح كده خفيفه لما بتحطيه على بشرتك، وبيدي ترطيب حلو قوي، ممكن تستخدميه كمرطب للبشره الجافه او العاديه.
اما بالنسبه للبشره الدهنيه باكد عليكوا تاني، ما ينفعش نهائي نهائي نهائي، لان لو حطيتيه هيطلع معاكي حبوب في بشرتك. زي ما احنا شايفين يا بنات، ده شكل السان بلوك بتاعي في الكتالوج اهو، هو ده اهو، اللي هو كريم للوجه والايدي واقي من اشاعه الشمس بعامل حمايه 50% ب 12 جنيه وربع في كتالوج شهر 10 نازل. طبعا الاسعار بتختلف من شهر لشهر، هو الشهر ده كان مش نازل عليه خصومات، فبالتالي كان سعره 12 جنيه وربع. ده شكله اهو، هو اللي في الكتالوج. البشرة بقى اللي هو ممكن البشرة الدهنية تستخدم كريم، اللي هو كريم الملطف ما بعد التعرض للشمس بيهدي البشرة، ده ممكن يمشي مع البشرة الدهنية، وده كمان بيهدي التعرض للشمس مش اكتر يعني، بس مش بيعمل كسان بلوك. تمام، يبقى احنا اتفقنا لو عايزه سان بلوك اللي هو في الكتالوج ده، يبقى ده للبشره الجافه او البشره العاديه. ودي كل الحاجات اللي تخص اللي هو السان اوت اللي هو بتاع كتالوج ماي واي، وكل حاجه بتخصه. وزي ما اتفقنا طريقة استخدامه احنا قلناها، ان انت لازم وشك يبقى نضيف، وان انت تستخدميه وشك نضيف. ده كان فيديو النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد، ويا ريت تسيبولي رأيكم في الكومنتات، والناس اللي استخدمته يا ريت تقولنا رأيها، والناس اللي عندها تجربة معاه تقولنا عمل معاها ايه، عشان كلنا نفيد بعض. وقولولي حابين نتكلم في ايه، وحابين اعمل لكم ريفيوهات عن ايه، واستنوني في فيديو جديد.